بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، المشاركين الكرام، يطيب لنا أن نتوجه ببالغ الشكر والتقدير لسعادة رئيس الجمعية العامة على عقد هذا الاجتماع حول موضوع يحظى بأولوية، وخاصة هذا المنعطف الحاسم الذي لا يزال فيه عالمنا يرزح تحت وطأة جائحة كورونا، التي أبرزت الطابع الملح والأهمية الحاسمة للاتصال الإلكتروني وإسهام التكنولوجيا الرقمية بمواجهة مخاطر هذا الوباء وبذل الجهود لسد الفجوة الرقمية. أصحاب السعادة، تولي دولة قطر أهمية بالغة لتعزيز الجانب الإيجابي لاستخدام التكنولوجيا المبتكرة، وخطت خطوات كبيرة في عالم التحول الرقمي وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما اتخذت دولة قطر العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز البحوث والتطوير وزيادة القدرة التنافسية للدولة ومواكبة أحدث المهارات الرقمية. وفي ضوء الفرص والإمكانيات الهائلة التي تتحها التكنولوجيا الرقمية، فلقد ساهم استثمار دولة قطر في هذا المجال من تقديم حلول مبتكرة ومرنة مكنت الدولة من اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لاحتواء وباء فيروس كورونا والتخفيف من آثاره، وعملت بشكل حثيث لضمان إتاحة الخدمات العامة عن بعد دون انقطاع على نحو فعال وبكفاءة. وفي إطار الوتيرة المتسارعة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تسعى وزارة المواصلات والاتصالات بدولة قطر عبر برامجها ومبادراتها المختلفة، وعلى رأسها برنامج قطر الذكية تسمو، وبرنامج حكومة قطر الرقمية، إلى بناء قطاع نشط وآمن يسهم في تعزيز اقتصاد وطني متنوع وتطوير مجتمع رقمي يحصل جميع أفراده على فرص متساوية في الوصول للتكنولوجيا ومواكبة المهارات الرقمية وصولاً إلى بناء قطر الذكية. كما تسعى واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والتي تعد مركزاً رائداً حاضناً لمشاريع التكنولوجيا المبتكرة، إلى دعم البحوث والابتكار وروح الريادة، وساهمت في تمكين دولة قطر من المنافسة في مجال التكنولوجيا. السيدات والسادة، في إطار الدور المحوري للتكنولوجيا واستخدامها للتعجيل بإنجاز خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبما يحقق منفعة الجميع وأهمية التعاون الرقمي لبلوغ هذا الهدف، تؤكد دولة قطر على أهمية خريطة طريق الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التعاون الرقمي، التي تشكل أساساً متيناً لمعالجة الثغرات التي تعتري التعاون الرقمي العالمي واغتنام الفرص التي تتوحها التكنولوجيا. وتثمن دولة قطر وتدعم العمل الذي يطلع به الفريق رفيع المستوى المعني بالتعاون الرقمي. ويسعدنا أن دولة قطر كانت سباقة ومستثمر ومؤسس في تجربة رائدة تتمثل في شبكة مختبرات تسريع أهداف التنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تقوم حالياً بتقديم تدابير وحلول مبتكرة للتحديات الحالية الناجمة عن انتشار الوباء من خلال استخدام التكنولوجيا والابتكار. ولقد خصصنا مساهمة متعددة السنوات بإجمالي 20 مليون دولار لدعم هذه المختبرات. ولقد وقع معهد قطر لبحوث الحوسبة، الذي يقدم حلولاً قيمة للتحديات التكنولوجية ويدعم بناء القدرات الابتكارية والتقنية لدولة قطر، مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحدد إطار التعاون لبناء قدرات المختبرات في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي. أصحاب السعادة، إن تعزيز التعاون الرقمي هو مسألة مركزية لا غنى عنها لضمان الاستفادة من التقدم العلمي في مجال تكنولوجيا المعلومات لتحقيق التنمية والازدهار وإتاحة الوصول إليه عبر نحو متساو لجميع الدول، والتصدي للحواجز الحالية الماثلة أمام الشمول الرقمي. ختاماً، لن تألو دولة قطر جهداً لمواصلة تعزيز الجانب الإيجابي لاستخدام التكنولوجيا المبتكرة والتحول الرقمي لتحقيق مجتمع معلومات محوره الإنسان وشامل للجميع، وموجه نحو التنمية ودعم المساعي المبذولة إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا للجميع.